طيب يا سيدي، أبو هريرة. ممكن محمد صادق مثلا يكون له دور في أفكار وان براون التكتيكية في 25 دقيقة المسابقية في هذه المباراة. الاثنين بيطلبوا الهند من الامر هو بعد العلاج عماد حمدي ومحمد سالم نزلوا بالفعل واكتملوا في الصفوف. عبد الله ياسين يوصل لاحمد الشيخ. قطة بلدية نظيفة دي. اسمه ايه؟ الفصيلة دي اصلا دي فصيلة فرعوني. ليه اسم كده؟ اسمها ايه دي؟ والله ما اتذكر، كان مرة واحد جاب على التوك شو. اصلا جداتها كانوا من غير شعر. من غير شعر. هي الفصيلة دي؟ كده زي دي كده. لحم زي لحم يدي كده. اه. تهاجنت مع الفصائل الجبلية والبتاع ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا لغاية لما بقيت القط المصري. اصحى.